الحديثة صرات موعد الثالثة ونصف صباحاً تلاقينا مكالمة هاتفية من طرف لاجون سكيريتي كي جينا هنا مام نو مياه عيطنا لهم قاعد الـ 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 الأخ ود الأخ والأخ الثاني قاعدين يطفوا في الماتريال لا حول ولا قوة إلا بالله تفاجأنا بهذا ال فريمون فري بيزار على حساب حكاو العمال جاو فيكتيف خمسة ملهي ستة ملهي عشرة ملهي حاصروهم لي ماسون نضرو غراف توت فاسون زيد اون بليس دي سا خسائر مادية تعود بربي ان شاء الله يعودنا وربي يقوينا ولا حول ولا قوة الا بالله حسب الله وعلى ما الوكيل كاينة حاجة بليزيور فوا ماشي خطرة زوج ثلاثة انا حارب بلي بلي بروبر موايان تاوعنا وربي اللي راه يعلم بينا مش راه كيما قال لك ماشي تاع فساد ولا حاب ندير منزه ولا ملاهي ولا الخير للبلاد ونتمنى الخير للشعب كاع الشاكينة ككل عيني في بيسين كيما قال لك واحد يديرها في المنزل تاعه ولا كان هو المتنفس الوحيد المتنفس الوحيد لولايه بشار الولاد تاعنا راهم يعموا في الواد وفي ال... في الـ حالة شوي ديفلوبو الحاله شويه وكيما قال بطريقه محترمه ونمشوا بعيد شويه لازم تكون عندنا شويه حضاره وشويه تكنولوجيا ولازم واحد يشوف اللي بعيد لا حول ولا قوه الا بالله صباح يفتح يرزق تجي تلقى كل شيء مخروب عيب وعار حسب الله ونعم الوكيل وزير وزير الصناعه جاء الجمعه اللي فات بعد جاء الوزير دش حجر الاساس ودا حجر الاساس بيومين بعدها الرساله ما نسمحوش دنيا واخره توت فاصل. حسب الله ونعم الوكيل وربي معنا بربات اعدام انا كون جات عندي نذكر في القران وتبعد الاذى عن طريقي حسنه تجي تشحال ماتريال تاع رزق ناس تعب عليه ماشي رزق هذا ما لنا وما العرقنا وما أولادنا وما الاولاد ولادنا نستمروا بربي ان شاء الله نستمروا بربي ان شاء الله ربي رب معانا ربي معانا ان شاء الله ربي يقدرنا برك ما نحبسوش بربي ان شاء الله واقفون واقفون باذن الله ان شاء الله سامعين علي دوكا هاد المنطقه <سؤال> راه بلاصه ما شاء الله كبيره راه بلاصه عموميه العائلة تيجو كاع تما لا كاع البلاصه كاع الفاميليا كاع الناس تجي هنا تما ما كاش هادي وين بغيت تمشي تمشي للرمله تريح تشوف فيها المناكر بعد كاين كيما نقولوا هنايا بلاصه سياحيه زعما كاين تريح ها شوف ها شوف الممتلكات لا اله الا الله محمد رسول الله والصحاب بايتين وحدين ثلاثه معانا بايتين البارح ثلاثه اخويا جاو جاو قال لك وحدين على العشرة تاع الصباح اه العشرة تاع الليل جاو خمسه منا ردوا هربوا وعاودوا ولا ليه ثلاثة ونص قال لك شي ولا شي جا منا شي جا منا شي واحد العساس ثاني من مسكين داو الهضره ما كتسوا في 13 قصف واحد الحفره ليه وزيد العموال ثاني اللي ليه خرجوه كان بغا يحرقوا عليه وكاع الرلوط مزيان لاجون مسكين مشى خرجوه جاو خارجين ضربوا جاو خارجين راك تشوف حرقوا هاد الجهه زادوا حرقوا هاد البلايصه لا اله الا الله محمد رسول الله الله ياخذ فيه الحق وخلاص هذا واش نقول جي انا يجي نجيب وليداتي صاحبي يجيبو لي يجيبوا لا تاه يجوا هنا وين تدي ولادك يريحو ما كاش من تديه يمشوا يمشوا للرمله ما يمشوا يمشوا يمشو للطرك الاحمر ما كاش كما نقولو وين تريح بصح هنايا كي تصدق ان شاء الله ربي يفتح عليه ثاني وكل شيء راه راه زيد زهر الحيه وراه يزيد يكثروا العمال تما لو رد بالشهر تقريبا كيما نقولوا كون يزيد الكبر بروجي ان شاء الله باذن الله راه يزيد العمال يزيدوا يكثروا راه تزيد الخدمه واش نقول لك هذه عصابه الله ياخذ فيها الحق خلاص